يعني عاملين لك مفاجأة ليك، ومفاجأة برضو يعني كنت أتمنى طبعا. تعالى مصطفى، دي هدية بسيطة طبعا، أو يعني تورته بسيطة من قناة النادي الأهلي. ناخدها معايا، خلي بالك. هاخدها طبعا، قول لهم بقى. حطها هنا كده، أيوه دي حاجة بسيطة كده يا كابتن سيد، خليني أقف جنبك بس فيها. لو هنا يا جماعة ولا فين؟ ولا أحطها؟ حد يرد عليا؟ عشان ممكن سيد بس يقعد يتريق علينا طول الوقت. نقف في النص هنا كده يعني. طب اتفضل، اوعى تقع بينا بس. كده كويس. طبعا دي هديه بسيطه، عيد ميلاد سعيد طبعا جداً. كابتن سيد عبد الحفيظ، هديه من قناه النادي الاهلي. يعني كنا لازم نعمل كده قبلها بيومين، احنا عملنا لك احتفاليه بسيطه على الهواء مباشره، ولكن النهارده اصرينا ان انت دايما نحتفل بيك على الهواء مباشره. يعني قناه الاهلي ده بيتي، ومتشكر جدا يعني كون ان يبقى في حتى ان انت بتفتكر اليوم ده، دي حاجه تشرفني جدا يعني حقيقة. حبيبي كل سنه وانت طيب يا سيد، وعقبال 43 و44 و45. وطبعا النهارده يا جماعه يعني زي ما قلت لحضراتكم عيد ميلاد